عناق العمالقة كان قبل البداية، وبعد النهاية من سيدير ظهره للتأهل ومن سيقابل النهائي بفوزه؟ إيطاليا بمدربها برانديني تريد تجسيد الانتقام على طبق بارد كهدية طلبها الغائب بالوتيلي. أما العجوز ديل بوسكي فيريد البقاء كبيرا في الكرة بنتائج منتخبه. جغرافيا المكان جمعتهما في أوروبا، وتاريخ المواجهات بينهما ثابت بمؤشر التكافؤ الذي لن يدوم بعد المباراة، ولن تدوم العنصرية في الملاعب إذا قيل لها لا. وقال إيكر كاسياس لا لرغبة ماجيو في هز شباكه، فتغلبت خبرته على غيابه. بعدها ماجيو تلقى كرة مضبوطة كمقاس الألبسة الإيطالية، لكن رأسيته اصطدمت بقامة كاسياس. توريس تكفل بالرد، فراوغ وسدد فضيع فتحسر الجميع على شوط التضييع. في الشوط الثاني نصائح في النفق وأخرى في الهواء الطلق، نصائح لم تترجم إلا فرصة هدف صنعها نافاس، لكن بيكي رفع الكرة عاليا، فاحتار الجميع في تسديدته حتى مدربه والحكم الذي أعلن عن تمديد المباراة. إيطاليا في الأشواط الإضافية استعجلت الحسم الذي اصطدم بالقائد بعد تسديدة جاكيريني. الرد الإسباني جاء من رسامه إنيستا الذي لون بريشته تمريرة رفعها ألبا فوق لوحة التسجيل. أما تسديدة تشافي فكانت أكثر دقة، وتعاون على صدها يد بوفون والقائم الذي ساوى بين المنتخبين في حرمانهما من التسجيل الذي أحالهما على ركلات التأهل. ركلات دفع الخوف من ديل بوسكي إلى الجلوس وحيدا والعرق يتصبب، إلى غاية تضييع بونوتشي ركلة الجزاء السابعة، فعض قميصه حسرة وعض برانديني ما كان قريبا من أسنانه. ليتقدم نافاس وبركلة في شباك بوفون رفع إسبانيا إلى النهائي لتواصل مسلسل نتائج تتكلم وخصوم تتألم.